سنقوم من خلال هذا الفيديو بشرح مسائل اختيار متعدد، بعض الأفكار التي وردت في مسائل اختيار متعدد في امتحانات منتصف سابقة. مثلا في هذا السؤال، أي من الدول الآتية مجالها مجموعة الأعداد الحقيقية؟ يعني احنا نبغى نطلع الحين أي دالة مجالها R. لو جينا للدالة الأولى بنشوف ان هني في X تربيع، طبعا هذا كثيرة حدود على كثيرة حدود، فأنا لازم أطالع أصفار المقام. طبعا أصفار المقام هني إن أنا بخلي X تربيع يساوي صفر، فبالتالي طلعت عندي ال X بصفر، فبالتالي يكون هني المجال R ما عدا الصفر. طبعا فبالتالي فهي مجالها مو R لأن قلنا R ما عدا الصفر. لو جينا إلى B نفس الشيء، هذه كثير، هذه أوكي، هذه أوكي، ولكن هذه لا ليست كثيرة حدود لأن هذه واحد على X تكعيب، وهذه طبعا ما تكون معرفة عندما X تساوي صفر، فأيضا هذه مجالها R ما عدا الصفر. سي لو قلنا 2x ناقص 8، طبعا الجذر التربيعي يكون معرف اذا كان 2x ناقص 8 اكبر من او يساوي الصفر، ف 2x اكبر من او يساوي 8 ف x اكبر من او يساوي 4، فبالتالي يكون عندنا المجال هنا من 4 الى ما لا نهايه، يعني مو r بعد، فبالتالي اكيد ان الاجابه بتكون d. فخلونا نتاكد، لو خلينا ما داخل الجذر اللي هو 1 زائد كوساين اكبر من او يساوي الصفر، بتطلع لي الكوساين اكبر من او يساوي سالب 1. طبعا هذه العبارة صحيحة لكل قيم x. ليش؟ لان احنا نعرف ان الكوساين يكون ما بين، احنا نعرف ان الكوساين يكون ما بين الواحد وما بين سالب 1، فهو اكيد اي قيمة للاكس باحطة بتكون الكوساين اكبر من سالب 1، فبيكون بالتالي هني المجال مجموعة الأعداد الحقيقية، فبالتالي هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده، أي من العلاقات الآتية تمثل دالة؟ إحنا عشان نعرف إن هي دالة أو مدالة، المفترض كل قيمة للإكس تعطيني قيمة واحدة للواي. مثلا هني لو أنا حبيت أطلع الواي في البداية، دائما في أي سؤال يجينا من هل هي دالة أو مدالة، جبريا نحاول نطلع الواي. طبعا الواي هني تساوي 9 زائد x تربيع، في هني تربيع، فأنا باخذ الجذر التربيعي وباحط زائد ناقص. إذا الأس شفناه زوجي، طبعا هني في خطأ في السؤال، مفترض أن نقول أي من العلاقات الآتية تمثل y كدالة في x. فإذا قلنا y كدالة في x أوكي، فهني تكون ال y ليست دالة، لكن لو كانت x كدالة في y هذه بتكون دالة، فهذه ليست دالة لأن طلعت عندي قيمتين. هذه بتطلع لي الواي تساوي x زائد 1، ناخذ الجذر التكعيبي، إذا ناخذ الجذر التكعيبي أو أي دليل فردي بس قيمة واحدة تكون، فبالتالي هذه أوكي دالة، هذه x تساوي مطلق y. تخيل لو أنا حطيت بدال الواي مثلا، بدال x مثلا 2، اي عدد 2 تساوي مطلق واي، هل تطلع عندي قيمتين للواي؟ لاحظوا لو قلنا، لو حبينا نحل هذه المعادله، فبتكون اما واي تساوي 2 او واي تساوي سالب 2، لان القيمه المطلقه الى الاثنين 2 والقيمه المطلقه الى سالب 2 ايضا 2، فلو تلاحظوا ان الاثنين اللي هي اكس ارتبطت بقيمتين للواي، هي 2 وسالب 2، فهذه ليست داله. اكس تساوي 1، شلون نرسم اكس يساوي 1؟ x يساوي 1، نجي عند ال x عند ال 1 ونحط خط عمودي، معناته ان كل قيمة هني لل x بواحد ارتبطت بكل القيم في ال y، فهذه ايضا ليست دالة، فالاجابة الصحيحة هي b. الفقرة اللي بعدها، اذا كانت f دالة فردية وكانت f 5 تساوي سالب 8، فاي من النقاط التالية يجب ان تكون احدى نقاط التمثيل البياني للدالة f؟ f 5 يساوي سالب 8 معناته النقطة هي 5 وسالب 8. إذا كانت الدالة فردية، احنا نعرف ان x y تتغير إلى سالب x وسالب y، يعني في نقطة ثانية سالب x وسالب y، يعني أغير الإشارة فبتصير 5 سالب 5 وسالب 8 تصير 8، فالنقطة المفترض تكون سالب 5 و8، يعني الجواب A.
الفقرة اللي بعدها ما أبسط صورة للتعبير. هذا السؤال خلونا احنا نحله أول شي باستخدام الآلة، بعدين نحله جبريا. احنا لو حبينا نحل هذا السؤال بالآلة شلون نحله؟ مثلا احنا راح نعوض بقيمة إلى الثيتا ونشوف الجواب، لأن كل الإجابات أعداد حقيقية. فشلون بنكتبها؟ راح نكتب 2، نفتح قوس، نكتب ساين، نكتب سالب ثيتا. يعني نكتب مثلا لو حطينا مثلا 0، سالب 0 يعني 0. أصك القوس، أصك القوس الثاني، أهم شيء تربيع. لاحظوا في ناقص وفي ناقص، معناتها زائد، ما احتاج بعد أنا أخليها ناقص ناقص، أخليها زائد. هذه طبعا 2، أفتح قوس 2، هذا 2، وتحت كوسيكانت تربيع. كوسيكانت تربيع هي 1 على ساين تربيع، يعني ما يحتاج بعد اكتب 2 على، يعني اخليها مباشرة ساين تربيع. يعني او ممكن اذا واحد حاب يكتب 1 قسمة ساين تربيع. ساين تربيع اخلي قوس احط ساين، طبعا هذه 90 تعتبر، وهذه 0 قلنا ثيتا عوضنا، فمن يكتب 90 وبعدين طبعا 90، ما حطينا الصفر، نحط قوس ثاني إلى التربيع ونشوف الجواب. الحين طلع عند الجواب كم؟ طلع عند الجواب 2. خلاص اختار الاثنين، اختار الإجابة هي 2. بس أنا خلوني أحل السؤال بخطوات رياضية. لاحظوا المقدار شنو يساوي، يعني لو جاني السؤال بالخطوات راح أكتب 2 أول شيء، وأفتح قوس وأكتب ساين سالب ثيتا الكل تربيع، وقلنا احنا ناقص ناقص يعني زائد. الكوسيكان تربيع اذا هي في المقام نقدر نطلعها فوق، نخليها شنو؟ نخليها ساين. فبنقول 2 ساين تربيع باي على 2 ناقص ثيتا. هذا المقدار شنو يساوي؟ هذا المقدار يساوي سالب ساين ثيتا تربيع زائد 2 في، طبعا نعرف ان احنا ساين باي على 2 ناقص ثيتا هي كوساين ثيتا تربيع، يظل التربيع. هذا المقدار يساوي الحين السالب يروح، 2 ساين تربيع زائد 2 كوساين تربيع. فبالتالي لو أخذنا عامل مشترك راح يطلع عندي ساين تربيع زائد كوساين تربيع. فبالتالي هذا ما بين قوسين يعتبر متطابقة تساوي 1، إذا الناتج 2، وهذا يتفق مع الإجابة اللي طلعناها بالآلة الحاسبة. الفقرة اللي بعدها ما مجال الدالة. طبعا هني عشان انا اوجد المجال اول شيء البسط، في جذر اوجد مجال البسط. اذا في جذر تربيعي في البسط باخذ اللي داخل بخليه اكبر من او يساوي الصفر، فبالتالي لو نقلل 2 بتصير سالب 2. طبعا كل الاعداد المربعة، كل الاعداد اذا ربعتها اكيد بتطلع لي اكبر من عدد سالب، فهذه العبارة صحيحة لكل الأعداد. فبالتالي يكون عندنا المجال شنو؟ هو R. أجي إلى المقام، المقام كثيرة حدود، يعني أنا لازم أستبعد أصفار المقام. أصفار المقام شنو هي؟ أخلي هذا صفر، فبالتالي تطلع عندي X تربيع يساوي 1، إذا ال X تساوي موجب وسالب 1. فبالتالي يكون عندنا المجال شنو هو؟ هو R ما عدا الواحد وسالب 1، يعني الإجابة هي B. الفقرة اللي بعدها، ما جميع قيم ثيتا التي تكون حلا للمعادلة. طبعا هذه كوساين باي ثيتا تساوي 1، لو سميت أنا هذه واي مثلا، كوساين واي متى تكون 1؟ طبعا هني دائما في الساين وفي الكوساين ممكن نحن نحل السؤال بالزوايا الربعية. احنا نتذكر هذا 1 0، هذا 0 1، هذا سالب 1 0، وهذا 0 سالب 1. الكوساين طبعا نعرف انه هي قيمة الاكس، متى تكون قيمة الاكس بواحد؟ هذه 1، معناته عنده 0 او 360. فبالتالي تكون الواي 0 او، بس هو بجميع القيم فما يحتاج اكتب 360، بس اخليها 0 وبعدين اقول انه هو 0 زائدا 360 كي. الحين ارجع الواي، الواي هي باي،
باي ثيتا، فالباي ثيتا تساوي 360 كي، يعني 2 باي كي، اختصر الباي مع الباي عشان اطلع الثيتا، فتطلع عندي ثيتا تساوي 2 كي، حيث كي تنتمي الى زد، يعني الخيار هو دي. الفقرة اللي بعدها ما ناتج. مثل هالنوع من المسائل مثل ما قلنا نستفيد من الآلة الحاسبة. أنا الحين لو عوضت بالثيتا بصفر، أسهل شي الصفر، خلونا نحل بالآلة في البداية. شلون يعني نعوض بالصفر؟ نكتب أول شي ساين باي على 12، باي على 12 يعني ما نشيك، خلنا نكتبها 180 على 12، نحط قوس مضروبة في، بعدين باي على 4 ناقص، نعرف ان الباي على 4 هي 45، نخليها مباشرة 45، بعدين عندنا ناقص كوساين، كوساين يعني نكتب كوساين 45 مضروب في كوساين قلنا 180 على 12 لأن ثيتا بصفر، ونصك القوس ونحط الجواب بالآلة، طلع عندي سالب نص، خلاص الجواب هو سالب نص، الجواب هو سالب نص. بس احنا خلونا نطلع الجواب، خلينا نطلع الجواب باستخدام القواعد الرياضية. احنا نعرف ان ساين ساين، نحل السؤال بالطريقة الرياضية. شلون نحل بالطريقة الرياضية؟ احنا نعرف ان ساين ساين ناقص كوساين كوساين تشابه اللي هو كوساين كوساين ناقص ساين ساين، فبالتالي احنا بنقول الفرق ان احنا بس بنحط سالب ونحط كوساين اللي هي هذه، كوساين باي على 4 ناقص ثيتا في كوساين ثيتا زائد باي على 12 ناقص ساين ثيتا زائد باي على 12 في ساين باي على 4 ناقص ثيتا. يعني شو راح نسوي احنا الحين؟ راح نحط سالب، هذا قانون كوساين حق، احنا قلنا اذا اتفقت الدول تختلف الاشارة، فراح اخذ الزاوية الاولى، هذه الزاوية الاولى وعكس الاشارة، يعني راح اخليها زائد ثيتا زائد باي على 12. بس قلنا الفرق اللي حطينا سالب لان هذا القانون بس مقلوب في الإشارة فخلينا سالب، فالناتج شنو راح يكون؟ سالب هاي بتروح، هذه كوساين، هذه لو تشيكتونها 180 على 12 15، 15 45 60، سالب كوساين 60، كوساين 60 لو تشيكتونه بالآلة نص، فالناتج هو سالب نص. هذا بالطريقة الرياضية، الطريقة الأسهل لنستخدم الآلة الحاسبة في المسائل مالت الاختياري. الفقرة اللي بعدها، إذا كانت إف دالة فردية والزوج المرتب أعطاني إم وإن يمثل نقطة على المنحنى، فأي من ميت يمثل نقطة أخرى على المنحنى أيضا. لاحظوا هذه إم وإن، نبقى النقطة الثانية، إحنا قلنا في الدالة الفردية شنو يكون؟ يكون إف سالب إكس يساوي سالب إف إكس، يعني إحنا راح نغير الإشارتين، يعني تكون في تماثل حول نقطة الأصل، تماثل حول نقطة الأصل يعني نغير الإشارتين. فناخذ سالب ام ام وسالب ان، يعني الاجابه هي اي. الفقره اللي بعدها، ما التعبير المكافئ للمقدار؟ حلو، خلاص مثل ما تعلمتون ممكن انكم تحطون بدل ثيتا صفر، اهم شيء بس اذا بنعوض عن ثيتا بصفر نتاكد ان المقدار معرف. خلونا نحل رياضيا الحين هذا السؤال. احنا عندنا هنا تان تربيع باي ناقص ثيتا، احنا نعرف ان تان باي ناقص ثيتا يعني 180 ناقص ثيتا، معناتها تان 180 ناقص ثيتا يعني في الربع الثاني، في الربع الثاني 180 ناقص ثيتا تكون التان سالبة، فبالتالي المقدار يساوي، احنا بنحط تربيع، المقدار يساوي تان سالب تان ثيتا، فهذا المقدار يساوي سالب تان ثيتا ناقص واحد على ساين ثيتا ناقص باي على اثنين. شنو معناته؟ هذا عكس القانون الأصلي اللي هو ساين باي على اثنين ناقص ثيتا، يعني راح نقول خلونا نخلي تربيع ساين باي على اثنين ناقص ثيتا بس بالسالب،
سالب داخل، احنا نعرف اذا نحط سالب داخل طبعا هذا بتصير تان تربيع وهذه ناقص، اذا نحط سالب ممكن احنا نطلع السالب برا. لو تلاحظون حتى لو طلعنا السالب برا مع التربيع بتطير، فبالتالي فما له داعي اصلا السالب، معناته ان هذه 1 على ساين تربيع باي على 2 ناقص تيتا، وهذه ساين باي على 2 ناقص تيتا هي نفسها اللي تحت كوساين تربيع، لأن ساين باي على 2 ناقص تيتا هي كوساين تيتا، فبالتالي الناتج هو تان تربيع مقلوب الكوساين هو سيكانت. الحين شنو يساوي هذا المقدار تان تربيع ناقص سيكانت تربيع؟ احنا نعرف ان 1 زائد تان تربيع هو سيكانت تربيع، فبالتالي نستنتج ان تان تربيع لو نقلنا الى السيكانت تربيع فالناتج راح يكون كم؟ لو نقلنا 1 هني فبالتالي يكون الناتج هو -1، يعني الخيار هو D. الفقرة اللي بعدها، ما جميع قيم ثيتا التي تكون حلا لهذه المعادلة؟ طبعا هذه المعادلة جذر 2 كوساين تربيع ثيتا تساوي كوساين تربيع ثيتا. شلون نحل هذا السؤال الحين؟ أنا هني راح أخليها معادلة صفرية في البداية، لأن هذه نفس هذه، فراح تصير جذر 2 كوساين تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا يساوي 0. فلو أخذنا عامل مشترك كوساين تربيع ثيتا شنو راح يظل؟ راح يظل جذر 2 ناقص 1 يساوي 0. هاي طبعا يمثل عدد فما إلي داعي، يعني لو قسمنا عليه راح يظل عندي كوساين تربيع يساوي 0، معناته ان الكوساين يساوي 0، فبالتالي نعرف ان الكوساين يكون 0 عند 90 وعند 270. الحين هذه نبى جميع الحلول، فكل حل راح نزيد عليه 360 كي، بس لو نشيك وندور مو موجود هذا الحلين، لكن نعرف ان 90 و270 اقدر ادمجهم، لو دمجتهم راح يصير عندي ناخذ الزاوية الصغرى وهي 90 نزيدها 180 كي، لأن 90 لو زيدتها 180 بتصير 270، فبالتالي هذا الحل بالدمج، يعني الحل الصحيح هو A. الفقرة اللي بعدها، إذا كانت fx تساوي سالب x تربيع زائد 4 و gx sin x زائد x، أي ما يأتي صف g على f بشكل صحيح، يعني الحين لو أنا قسمت g على f بتصير sin x زائد x على سالب x تربيع زائد 4. لاحظوا هذه دالة فردية، لأن ساين سالب x يساوي سالب ساين x، وهذه سالب، وهذا أيضا دالة فردية لأن الأس فردي، فيظل السالب فوق، فبالتالي اللي فوق دوال فردية يعني سالب، اللي تحت ال x تربيع دالة زوجية، والأربعة أيضا دالة زوجية لأن هذه 4x الصفر، فالسالب على موجب يعطينا شنو؟ يعطينا سالب، فبالتالي إذا قدرنا نطلع السالب برا فمعناته أن الدالة تكون ماذا؟ تكون دالة فردية. السؤال اللي بعده، أي من العلاقات التالية متماثلة حول نقطة الأصل؟ عشان أعرف متماثلة حول نقطة الأصل أنا لازم أبدل الـ x والـ y إلى سالب x وسالب y، يعني أنا الحين خلونا أشوف أي العلاقات بتكون نفس الشيء، يعني أنا الحين لو حطيت هني سالب واي، هذا بتصير سالب واي، هذا ما بتتغير لأن تربيع، فبتظل إكس تربيع زائد 3، خلاص اختلفت المعادلة، لأن هذه سالب وهذا موجب. لو جينا لهذا الخيار، هذا بتصير سالب إكس، لو حطينا سالب واي بتروح السالب، بتظل واي تربيع ناقص 1، أيضا اختلفت لأن هذا سالب. لو جيت لهذا الخيار، راح يصير عندي سالب واي، وهذه سالب إكس زائد 4 تكعيب. الحين انا هني هذا سالب واي، لو اخذت السالب برا لان تكعيب بظل السالب، فداخل راح يصير اكس ناقص 4 تكعيب، طبعا لو شلت السالب مع السالب بتصير واي تساوي اكس ناقص 4 تكعيب، ايضا مختلفة ليست متكافئة. لكن شوف المعادلة الاخيرة، لو حطيت سالب وحطيت هني سالب
هذي بتصير السالب بتطلع برا، السالب مع السالب بتروح، بتضل واي تساوي الجذر التكعيبي الى الاكس، فبالتالي العبارتين متكافئتين، فتكون هذه هي العلاقة المتماثلة حول نقطة الاصل. السؤال اللي بعده، اي مما يأتي يكافئ؟ طبعا هذه لو تتذكرون في قانون انه في زائد ناقص، احنا نعرف انه كوساين، او عفوا ساين، هذا قانون الساين لنصف الزاوية، ساين ثيتا على 2 هو زائد ناقص 1 ناقص كوساين اكس على 2 او ثيتا على 2. الحين انا ابغي الثيتا، شنو صار فيها؟ صارت النصف هني، فبالتالي اذا هي 6 اكس، المفترض ان انا اجيب نصها، يعني 6 اكس نصها كم؟ 3 اكس، فبالتالي يكون الناتج ساين 3 اكس. فالإجابة الصحيحة ماذا؟ هي سي. فهذه هي الإجابة الصحيحة من القانون الأصلي، قدرت أطلع هذا الاستنتاج. السؤال اللي بعده، أي ما يأتي يمثل مجال الدالة؟ احنا نعرف الدوال النسبية، عشان أوجد المجال الباسط كثيرة حدود، فيكون مجاله R، ما يعني كل الأعداد مسموحة. المقام، إذا الأس فردي، شنو قلنا؟ الأس الفردي طبعا المجال يكون R في الدوال الفردية، ولكن بما أنه في المقام فلازم أخليه صفر، يعني أطلع صفر المقام. صفر المقام لو خليت هذا صفر ونقلت هذه هني، بتصير 3A تساوي 7. إذا ال A تساوي 7 على 3، فبالتالي يكون المجال ماذا؟ المجال هو R ما عدا 7 على 3، أو نحن نقول A حيث A ينتمي إلى R، حيث A لا تساوي 7 على 3، يعني الخيار D. هذا طبعا بدلالة الصفة المميزة. السؤال اللي بعده، ما جميع قيم ثيتا التي تكون حلا للمعادلة؟ لو سميت هذه Y، لو سمينا هذه Y، ساين Y متى تكون 1؟ نعرف ان ساين Y تكون 1، ممكن تستخدموا الآلة، شفت ساين 1 تطلع لكم 90، والواي هذه طبعا هي كم؟ هي ثيتا على 2، فبالتالي لو نضرب في 2 الطرفين تطلع الثيتا 180، او هذا طبعا 90، لازم نزيدها 360 كي، طبعا بالراديان يعني باي على 2 زائدا 2 باي كي، فبالتالي لو ضربنا في 2 راح تطير ال2 هني، راح تصير 4 باي كي، فبالتالي الإجابة الصحيحة هي باي زائد 4 باي كي، حيث كي تنتمي إلى زد، يعني الخيار A. هذا السؤال نفس الأسئلة اللي قبلية، إذا دالة فردية، إحنا قلنا في الدالة الفردية نغير الإشارتين، نبقى نقطة ثانية، يعني نغير هذه تصير باي، ونغير هذه تصير سالب 2، يعني الجواب C. هذا طبعا سؤال متكرر. طبعا هذا هو آخر سؤال من الأسئلة اللي اخترناها حق الشرح في هذا الفيديو، فننتبه إلى المسائل اللي تجينا في الاختيار.